اللقاء السابع بيننا يجمعنا إن شاء الله على الخير ويوضد من عملنا الدبلوماسي وجهودنا لدعم مصالح هذه الدولة سواء في الجوانب السياسية أو الجوانب الاقتصادية أو الجوانب التي تتعلق بالمواطنين. سيكون لي فرصة للمداخلات وسيكون لي فرصة لاستعراض تقرير الوزارة أمامكم غدا، فلن أطيل ولكنني أنتهز هذه الفرصة حقيقة لأترحم على الفقيد سعادة السفير علي ثاني السويدي، هو الذي كان حقيقة يضيف نكهة إلى لقاءاتنا السنوية، ولا شك أنكم زملاؤه الذين عاشرتموه كل هذه الأعوام تفتقدونه كثيرا، فرحمة الله الواسعة عليه. وأنتهز هذه الفرصة أيضا لأتمنى لكم جميعا رمضانا مباركا وسنة طيبة لكم جميعا ولأسركم، وأتمنى إن شاء الله أن تكون سنة حافلة بالصحة وحافلة بالإنجاز وحافلة بالعطاء. نشوف عدد الشركات التي تم دعمها في الأسواق الخارجية، نشوف الربع الأول الربع الثاني مضاعف عن الربع الأول، وهذا يعطينا دلالة على أساس أن نحن العمل في ازدياد ومحتاج لجهد أكبر قانونية للتأكيد على أهمية هذه الاتفاقيات. نشوف في الجدول الثالث أن في ازدياد كذلك في الربع الثاني من الربع الأول الجانب الليبي أخذ الإمارات كمدن بالنسبة لهم. بالنسبة لنا نحن يعني قدمنا لهم يعني طلب على أساس أن نقدم لهم دعم فني في عدة مجالات، منها على سبيل المثال كوريا، كذلك البرازيل في مجال الزراعة خاصة مجال الزراعة، جنوب افريقيا كذلك، وبعض الدول التي قدمت طلب في هذا الشان، وهذا يعطينا نحن دلاله على ان الامارات يعني لها ثقل في الدخول الى ودعم القطاع الاقتصادي كذلك، جانب جميع الجوانب. اصحاب المعالي والسعاده، معالي الدكتور انور كاش، السلام عليكم. إنه لم داعي شعوري أن أكون بينكم اليوم وأقتنع الموضوع المطلوب مني التحدث فيه لمديرية الدولة، إلا أن مراعاتها المالية مناسبة ولديها الشيول المناسبة لسداد أي متكاملة فيما يتعلق بممارسة الأعمال وعلاقة المؤسسة بالعملاء، وضع آليات وتحديد إجراءات تحكم تعامل المؤسسات المالية. هذه القوانين تشمل القانون الاتحاد رقم 10 لسنة 1980 للأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة خلال اجتماعات مجموعة العمل المالي الفاتر في شهر نوفمبر 2012، غير مناسب مع العلم أن المسودة النهائية للقانون المعدل جاهزة له